مرحبا بكم متابعين الأوفياء في حلقة جديدة على قناتكم ويكيتيوب. تشاهدون في هذه الحلقة واحدة من أقوى المقارنات العسكرية في العالم بين الجيش الإنجليزي والجيش الروسي. نسرد لكم الإحصائيات الجديدة للجيشين الإنجليزي والروسي لعام 2021. تظهر الإحصائيات أن الجيش الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة عالمياً، بينما يحتل الجيش الروسي المرتبة رقم 2 عالمياً. ويتجاوز تعداد سكان إنجلترا 65 مليون نسمة، ويصل تعداد سكان روسيا إلى 141 مليون نسمة، كما أن إنجلترا لديها 30 مليون قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية بها نحو 24 مليون نسمة، بينما روسيا لديها 69 مليون قوة بشرية متاحة للعمل، ويصل للخدمة العسكرية بها نحو 46 ملايين نسمة. يبلغ كل سنة سن التجنيد في المملكة المتحدة 750 ألف نسمة، بينما في روسيا يصل كل سنة سن التجنيد نحو مليون نسمة. ويتكون الجيش الإنجليزي من قوة عاملة عددها 175 ألف جندي، إضافة إلى 80 ألفا من قوات الاحتياط، بينما يتكون الجيش الروسي من قوة عاملة تعدادها مليون جندي، مع العلم بأن الجيش الروسي لديه مليونين من قوات الاحتياط. وتصل ميزانية الجيش الإنجليزي إلى 56 مليار دولار مقابل 42 مليارات دولار ميزانية الجيش الروسي. مقارنة القوات الجوية: يمتلك الجيش الإنجليزي 738 طائرة، وبالمقابل يمتلك الجيش الروسي 4144 طائرة حربية، وتملك إنجلترا 119 طائرة مقاتلة، بينما تملك روسيا 789 طائرة مقاتلة. ولدى المملكة المتحدة 45 طائرة شحن عسكري، أما روسيا فلديها 429 طائرة نقل عسكري. الجيش الإنجليزي لديه 244 طائرة تدريبية، بينما الجيش الروسي لديه 495 طائرة للتدريب. يمتلك الجيش الإنجليزي 30 طائرة للمهام الخاصة، بالمقابل يمتلك الجيش الروسي 130 طائرة للمهام الخاصة. ولدى الجيش الإنجليزي 269 مروحية، بينها 38 مروحية هجومية مقاتلة، بينما الجيش الروسي لديه 1540 مروحية، ويملك 538 مروحية هجومية. مقارنة القوة البرية: تملك القوات الإنجليزية 109 دبابة، أما روسيا لديها 13,000 دبابة. ولدى الجيش الإنجليزي 5500 مدرعة، بينما يملك الجيش الروسي 27,000 مدرعة. يملك الجيش الإنجليزي 89 مدفعا ذاتي الحركة، وبالمقابل يملك الجيش الروسي 6,540 مدفعا ذاتي الحركة. الجيش الإنجليزي لديه 126 مدفعا ميداني، بينما لدى الجيش الروسي 4,465 مدفعا ميداني. الجيش الإنجليزي يملك 35 راجمة صواريخ، بينما الجيش الروسي يملك 3,860 راجمة صواريخ. مقارنة القوات البحرية: يتشكل الأسطول الإنجليزي من 88 سفينة حربية، بينما تملك روسيا 603 سفينة حربية. ويشمل الأسطول الإنجليزي 11 غواصة، بينما تملك روسيا 64 غواصة. يملك الأسطول الإنجليزي 13 فرقاطة، بينما تملك روسيا 11 فرقاطة.
إضافة إلى أن الجيش الإنجليزي لديه 25 سفينة دورية، بينما تملك روسيا 55 سفينة دورية. ونجد في الإحصائيات أن الجيش الإنجليزي لديه 13 كاسحة ألغام بحرية، وبالمقابل الجيش الروسي لديه 48 كاسحة ألغام. مقارنة الدعم اللوجستي، تملك المملكة المتحدة 460 مطاراً و16 موانئ بحرية، بينما تمتلك روسيا 1218 مطاراً وثمانية موانئ بحرية. ويملك الجيش الإنجليزي 1426 سفينة تجارية، بينما تملك روسيا 2739 سفينة تجارية. تتجاوز مساحة المملكة المتحدة 243 ألف كيلومترا مربعا، بينما تتجاوز مساحة روسيا 17 مليون كيلومتر مربعا. انتظرونا متابعين الأوفياء في مقارنة عسكرية جديدة على قناتكم ويكيتيوب. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.